طيب السؤال رقم 8. ويله ويله وين ماني شايفه أنا هذا السؤال. ما هو الاسم الشائع لكلورايد الصوديوم بيكربونات الصودا السكر ملح الطعام؟ هذا سؤال هلأ طرق دخلوه علينا. ما هو الاسم الشائع لكلورايد الصوديوم بيكربونات الصودا السكر أم ملح الطعام؟ نائل ما جاوب بالمرة، زحلق معه. نائل ما جاوب، جاوبت إيناس وحسين. الاثنين جاوبوا صح بيكملوا، جاوبوا غلط بيصير عنا بلاك أوت. الجواب الصحيح هو ملح الطعام. والله شكله إيناس مجاوبة صح. نائل ما لحق، حسين جاوب صح. برافو يا حسين، والله برافو يا حسين. أبو سيف، أبو سيف، والله برافو إيناس، برافو. بدنا ضحكة من أمك الحلوة هيك، بس قليلة تضحك لنا شوي. إيه الله يرضى عليها، يا الله دخيل، الله ما أحلاها الضحكة. يا الله يخليك، الله يخليك. يلا يلا السؤال رقم 9. شنو هذا؟ شو هالأسئلة هي؟ ما هو النبات الذي يؤذي الشخصية الخيالية دراكولا؟ توم، بصل، ولا نعنع؟ دراكولا في شيء بيأذيه؟ ليش؟ ما هو بياكل البشر هو، بس بالليل مو بالنهار. بالنهار ما. يلا يا حسين، والله ما بعرف انا السؤال هذا. رؤيا هذاك شغل رؤيا يعقوب، اثنيناتهم جاوبوا. دانا ابو لبن عم بتقول قدها، ما بنعرف اذا اللبن بيفيده لدراكولا ولا ما بيفيده، بدنا نشوف. يا حسين يا حسين، اول شيء تحياتي لك. انا عندي اخ اسمه حسين، تحياتي لاخي قاعد في المانيا الان. الله يخليك. تحياتي يا حسين. ابو مجد، ابو خالد، شو جاوبت يا حسين؟ الثوم. ليش؟ والله جت يعني هذا اللي جمع. مين هو هذا دراكولا؟ بتعرفوا مين دراكولا؟ شي مره شفته حسيت فيه. ايوه شفت له فيلم. شو يساوي؟ والله هو المصاص الدماء اذا ما خاب ظني. مصاص الدماء، عنده انياب هيك وحالته حالي، ما كيف بيعمل هذا؟ اي نعم اي نعم. هل هو الثوم؟ هل هو الثوم ام البصل ام النعنع؟ الجواب صحيح، الثوم صح. برافو عليك يا حسين، وبرافو عليك يا ايناس. والله ايناس وحسين ماشي عم بيحاولوا يصعبوا عليهم الأسئلة، ما عم بيضبطوا أمورهم. طيب سؤال رقم 10. الأحماض الأمينية هي المكونات الأساسية لبناء ماذا في الجسم؟ المعادن، الفيتامينات، أم البروتينات؟ يلا إذا والله عرفوا تبع دراجولا توم وحمص وما أعرف شو، معناته الاثنين ممكن يعرفوا. هلا إيناس عم بتفكر، حسين صار مجاوب. إيناس جاوبي، قال لك إلحق البوم بدلك على الخراب. روي عطاني انه ايناس جاوبت غلط. شو جاوبتي يا ايناس؟ معادن. معادن تشاور، هي كانت بروتينات بس كبست غلط يعني. زحلقت ايدك، زحلقت ايدك. زحلقت ايدها، زحلقت. الجواب الصحيح هو البروتينات. وضل معنا مين؟ حسين لحاله. حسين، ابو سيف، ابو سيف، ابو سيف.